أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وشرف وكرم وبارك وبدل وعظم وأنعم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نضل أو نضل أو نذل أو نذل أو نذل أو نذل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا أو نبغي أو يبغى علينا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم حفظنا كتابك وسنة نبيك وشرعك، واجعلنا من العالمين والعاملين بهم يا رب العالمين. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نقرأ في كتاب أشراط الساعة لسيدنا الإمام الحافظ السخاوي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: أعظم فتن فتنة الدجال. فأقول: حكى البيهقي عن شيخه الحاكم أنه قال: على أول الآيات ظهور خروج الدجال. ثم نزول عيسى عليه السلام، عليه الصلاة والسلام، ثم فتح يأجوج ومأجوج، ثم خروج الدابة، ثم طلوع الشمس من مغربها. وسيأتي في كلام الحاكم أيضا أن خروج الدابة بعد طلوع الشمس مع توجيهه، وكلها ذكرت في القرآن، أما إما صريحا وإما إيماء، بحيث انتقد القائل: كيف لم يذكر الدجال فيه مع ما ذكر عنه من الشر وعظيم الفتنة به وتحذير الأنبياء منه، والأمر بالاستعادة منه حتى في الصلاة بأنه ذكر. يعني رد على الذي يستفسر ده وقال: ما ذكرش في القرآن، بأنه ذكر في قوله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، سورة الأنعام. فهذه الآية فيها إشارة إلى الدجال وإلى العلامات الكبرى، الدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها. وأيضا وقعت الإشارة في القرآن إلى نزول عيسى عليه السلام في قوله تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، سورة النساء. ليؤمنن بسيدنا عيسى قبل موت سيدنا عيسى، يعني هنا الضمير رجع لسيدنا عيسى عليه السلام. وفي قوله وإنه لعلم للساعة في سورة الزخرف، أي آية من آيات من علامات الساعة، مع ما صح أنه هو الذي يقتل سيدنا عيسى الدجال، فاكتفي بذكر أحد الضدين عن الآخر، ولكونه يلقب بالمسيح عن الدجال مسيح الضلال، وعيسى عليه السلام مسيح الهدى. بل قال البغوي في تفسيره أن الدجال هو المراد بالناس في قوله تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، لأن في وصف الدجال أنه ضخم جدا. خلاص، حتى تيجي حديث بين أذني حمار الدجال 40 ذراع، أو يعني كمية كبيرة هنشرحها. قال: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، سورة غافر، من إطلاق اسم الكل على البعض، أراد بالناس الدجال، ها، إن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الدجال. وهذا كما قال شيخنا إن ثبت أحسن الأجوبة، فيكون من جملة من تكفل النبي صلى الله عليه وسلم ببيانه، على أن البلقيني قال إنه اعتبر كل ما من ذكر في القرآن من المفسرين، فوجد كل من ذكر إنما هم ممن مضى وانقضى أمره. وأما من لم يجئ فلم يذكر منهم أحد. الكل اللي بيتكلم عن القرآن من الناس بخصوصياتهم، تكلم عن الماضين مما ذكر على خصوصه، ولم يذكر أحد ممن يأتي في المستقبل. وأما من لم يجئ، أي أحد في المستقبل يعني لم يجئ بعد، فلم يذكر منهم أحد، أو فلم يذكر منهم أحد.
لكنه منتقد بيأجوج ومأجوج، ما هو قوم هم لكن ما جوش لسه. فلنتكلم على هذه الخمسة. فأما الدجال وأخباره تحتمل مجلدا بحيث أفردها غير واحد من الأئمة بالتأليف، تحذير رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدجال، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أمر أكبر من الدجال. وهذا رواه مسلم عن عمران بن الحصين. ومن الوارد فيه مما قال فيه أحد رواته الإمام أحمد، الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن محمد المحاربي أحد أتباع التابعين المتوفى سنة 95 و100، أنه ينبغي أن يدفع إلى المؤدب الأبناء ليعلمه الصبيان في الكتاب، يعني يدفع الذي له الولاية على الأولاد والأبناء الصغار الأطفال والأبناء إلى المؤدب، أنه ينبغي أن يدفع إلى مؤدب الأبناء ليعلمه أن يعلم شأن الدجال الصبيان في الكتاب. وكذا قال النووي وغيره: كان السلف يستحبون أن يلقن الصبيان أحاديث الدجال ليحفظوها وترسخ في قلوبهم ويتوارثها الناس. قول أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، وكان أكثر خطبته عن الدجال والتحرز منه، أي التحفظ والاحتراز منه، وكان من قوله، هذا رواه ابن ماجه وهو حديث صحيح: يا أيها الناس، إنه لم تكن فتنة في الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم عليه السلام أعظم فتنة من فتنة الدجال، وإن الله تعالى لم يبعث نبيا بعد نوح عليه السلام إلا حذره أمته. كل نبي بيحذر أمته من الدجال، وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم، وهو خارج فيكم لا محالة، لأن إيه آخر الأمم؟ فإن يخرج وأنا بين أظهركم، أي بينكم، فأنا حجيج كل مسلم، فأنا حجيج لكل مسلم، أنا أدافع عن كل مسلم وأحاج الدجال عنه. وإن يخرج من بعدي، أي بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى، فكل امرئ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. وإنه يخرج من خلة بين العراق والشام، فيعيث يمينا ويعيث شمالا، أي يفسد. ألا يا عباد الله فاثبتوا، فإني سأصفه لكم صفة لم يصفها إياه نبي قبلي. فإنه يبدأ فيقول: أنا نبي ولا نبي بعد، يعني هو بيقول أنا نبي، فالنبي يقول إيه؟ ولا نبي بعدي. ثم يثني فيقول: أنا ربكم. وقلنا إن لو ادعى النبوة لا تظهر معه المعجزة ولا السحر، لا ينتج معه معه ادعى النبوة، خلاص. فلما يدعي الألوهية بقى بسيط ينتج معه، ليه؟ لأن الله ليس بأعور. ثم يثني فيقول: أنا ربكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلق: ولن تروا ربكم حتى تموتوا. إذن إيه؟ قلنا كما نشرح، كنا بالأمس نقول إيه؟ أن رؤية الله جائزة في الدنيا عقلا، إلا أنها ممنوعة شرعا، أو أنكم لن تموتوا حتى تروا ربكم، أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. يبقى الرؤية جائزة عقلا وممنوعة شرعا في الدنيا، رؤية الله تعالى في الدنيا جائزة عقلا، إلا أنها ممنوعة شرعا للحديث. ولن تروا ربكم حتى تموتوا، وإنه أعور، أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية. وفي رواية: أعور العين اليمنى. وفي رواية أخرى، ده كل ده رواه مسلم، في روايات لمسلم. وفي رواية أخرى: ممسوح العين عليها ظفرة غليظة، أي سميكة. وإن ربكم ليس بأعور، وإنه مكتوب بين عينيه كافر، يعني مفرقة، كافر، يقرأه كل مؤمن من كاتب وغير كاتب. زاد في رواية: جفال الشعر. هذا رواه مسلم أيضا.
وإن من فتنته أن معه جنة ونار، فناره جنة وجنته نار، فمن ابتلي بناره فليستغث بالله، فليستغث بالله تعالى، وليقرأ فواتح الكهف أو العشر آيات من سورة الكهف، فيتنجي من الدجال كما ورد، فيكون عليه بردا وسلاما كما كانت النار على إبراهيم عليه السلام. جفال الشعر يعني أظن أن شعره قالوا قطط شديد الجعودة، زي السودان أنه شعره شديد الجعودة كده. مكان فتحة الخلة في الشيء الايه؟ الاختلال في الشيء، يعني فتح زي خلة بين حجرين، هو يخرج بين الشام والعراق، المكان بين الشام والعراق. وفي رواية أخرى لأنا بما مع الدجال أعلم منه صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام أعلم بما مع الدجال نفسه لما يأتي. وفي رواية أخرى لأنا بما مع الدجال أعلم منه، معه نهران يجريان، أحدهما رأي العين ماء أبيض، والآخر رأي العين نار تأجج، دي الجنة والنار بتاعته يعني. الدجال مكتوب بين عيني، يعني مكتوب على جبينه ان هو كافر، فيراها المؤمن سواء كان المؤمن ده قارئ او غير قارئ. هناك ها؟ المراد ايه؟ هو يعني هل الله له جبين يكتب عليه كافر؟ هو بيظهر العلامات الحدوث في المهدي وانه ايه عنده نقص. ها؟ نعم. فإما أدركن أحد فليأتي النهر الذي يراه نارا وليغمض، ثم ليطأطئ رأسه فيشرب فإنه ماء بارد. يعني الدجال لا يعلم أن النهر الذي معه هو نار، إن ده برد وسلام. شوف ماذا، والرسول عالم ذلك وأخبرنا، يبقى النهر مع الدجال اللي هو نار، تعال واشرب منه هتلاقيه برضو سلام، والدجال مش عارف كده. يعني لا يؤثر ناره، لا تؤثر، هو في ظاهره نار، لكن هو في حقيقته ونفس الامر انه برضو سلام وماء بارد، فيراه الرائي في ظاهر عينيه انه نار فيخاف منه. خلاص المؤمن بقى اللي سمع الحديث ده هيروح ويشرب منه، واضح؟ فإما أدركن أحد فليأتي النهر الذي يراه نارا وليغمض، يغمض عينيه حتى عشان إيه؟ لأن قوة الحس تؤثر عليه فيخاف، فقال له يغمض عينيه ثم ليطأطئ رأسه فليشرب فإنه ماء بارد. خلاص؟ وأنت لقيت إيه؟ قعدت تقرب منه، أولا ممكن تحس بحاجة إن مفيش حرارة، لكن برضو عينك هتقهرك تقول لك ده نار ملتهب، ايه بتطلع لهب. ها قال لك غمض عينيك واشرب هتلاقي ماء بارد عليه الصلاه والسلام. وفي روايه فلا تكون، ده اخرجه مسلم عن حذيفه. وفي روايه فلا تهلكوا، ومن لقيه منكم فليتفل في وجهه، ابصق في وجه الدجال. نعم يبصق في وجهه لانه بيدعي الالوهيه، فلو كان إلها. وإن من فتنته أن يقول لأعرابي أرأيت إن بعثت لك أباك وبعثت لك أمك أتشهد أني ربك؟ إن بعثت لك أباك وبعثت لك أمك أتشهد أني ربك؟ فيقول نعم، فيتمثل له شيطانان على صورة أبيه وعلى صورة أمه. قلنا عهد انتقاد العادات، خلاص.
فيقولان له يا بني اتبعه، يا بني اتبعه فإنه ربك، وإن من فتنته أن يسلط على نفس واحدة فينشرها بالمنشار حتى تلقى شقين. مش عايز شرح، عاوزين الكلام واضح، ها؟ ماشي. زاد في رواية ويمشي الدجال بينهما، أي بين الشقين دول، بيجي على نفس واحد إيه من غير مؤمن بالدجال، فيشق الدجال نصين فيقع فينشرها بالمنشار حتى تلقى شقين، تسقط شقين نصفين يعني. أبوه ميتان اه طبعا، بيقول له ابعت لك ابويك تؤمن بيه، لو هم قال لك اه ان انا الدجال، فيجي شيطانين يتمثلوا في صوره ابويه ويقولوا اه ده ربك اعبده. زاد في روايه ويمشي الدجال بينهما، اي بين الشقين، ثم يقول انظروا الى عبدي هذا فاني ابعثه الان، ثم يزعم انه ان له ربا غيري. انظروا الى عبدي هذا فإني أبعثه الآن، ثم يزعم بعدما أبعثه أن له ربا غيري، ثم يبعثه الله تعالى، ربنا هو المؤثر في الحقيقة، فيقوم هذا العبد فيقول له الخبيث أي الدجال من ربك؟ فيقول ربي الله وأنت عدو الله الدجال، والله ما كنت قط أشد بصيرة فيك مني الآن. الله. زاد في رواية فيريد أن يقتله ثانيا فلا يسلط عليه، ما يقدرش يقتله مرة تانية. وفي رواية ثم يدعو واحدا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض، ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه ويضحك. لو نفس الشخص ده بس طريقة قتل أخرى يعني. قالوا ان هذا هو سيدنا الخضر عليه السلام. كل الاحاديث صحيحه البخاري ومسلم، والمستدرك وروايه المستدرك صحيح. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك الرجل ارفع امتي في الجنه، اي اعلى رجل في الجنه من امه النبي صلى الله عليه وسلم. وكان بعض الصحابه يظن انه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فلما مات علموا انه غيره. وكان بعض الصحابة يظن أنه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ولما مات علم أنه غيره. الله الله. وهذا مما يقوله مشايخنا، أن وصف سيدنا عمر كان 2 متر و60 سنتي، يعني زي كده، واثنين واقفين فوق بعض، واحد 130 مثلا وواحد فوق 130، كان طويل جدا. سيدنا عمر كان الحمار يعدي من بين رجليه، ها، وهو واقف على الارض يعدي الحمار كده، او لما يركب الحمار يبقى رجليه على الارض كمان وتانيها شويه، فافتكروا من ضخامته ان ده الدجال. وكمان سيدنا عمر كما ورد انه كان عنده حول في عينه. قاتل الدجال كان بعض الصحابه ان عمر هو الذي يقتل الدجال. سيدنا عمر هو الذي يقتل الدجال. أو كان بعض الصحابة يظن أنه عمر. عمر فين؟ ذاك الرجل عمر الشاب، يعني عمر الرجل اللي يقتل الذي قتل الشاب الذي يقتل الدجال. إن الدجال هيقتل سيدنا عمر. فلما مات علموا أنه غيره، علموا أن هذا الذي يقتله سيدنا الذي يقتله الدجال عليه لعنة الله غير سيدنا عمر لما مات سيدنا عمر. وإن من فتنته أن يمر بالحي فيكذبونه فلا تبقى لهم سائمة إلا هلكت، الدواب بتاعتهم تهلك. وأن يمر بالحي فيصدقونه فيأمر السماء أن تمطر ويأمر الأرض أن تنبت حتى تروح مواشيهم من يومهم، ذلك أسمن ما كانت وأعظمه وأمده خواصر وأدره دروعا. قال وإن من فتنته أن يمر بالحي فيكذبونه فلا تبقى لهم سائمة إلا هلكت، ولا يبقى لهم طعام، حتى يكون في أحد الروايات طعامهم التسبيح. وأن يمر بالحي فيصدقونه فيأمر السماء أن تمطر ويأمر الأرض أن تنبت حتى تروح أي في الرواح، بعد يعني في الرواح المواشي،
من يومهم من يومهم ذلك أسمن ما كانت وأعظمه وأمده خواصر وأدره دروعا. أمده خواصر لما تكون الأنعام البقر أو الشاه أو لما يكون بطنه عريضة كده وقوائمه بعيدة عن بعض دليل على السمن والغذاء وأيضا الوزن أنه وزنها كبير. وأمده خواصر وأدره دروعا أكثر الدروع لبنا. وفي رواية أنه يأتي على القوم فيدعوهم فيؤمن به ويستجيبون له فيأم السماء فتمطر والأرض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم لأنعامهم أطول ما كانت درا وأسبغه دروعا. وأمده خواصر ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم. ممحلين يعني يمحق أموالهم يعني ليس بأيديهم شيء من أموالهم. ويمر بالخربة فيقول لها أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسيب النخل. أنت الأرض تخرج الكنوز بتاعتها ها زي ايه يعسوب النحل اللي هو الملك ملكة النحل او اكبر ذكر من 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 ذكور النحل اللي هو بيلقح الملكة يعني. لا اسباغه دروعا دروعا يعني درع سابغ يعني مليء باللبن. وإن من فتنته أنه يركب حمارا ما بين أذنيه 40 ذراع يعني بين أذن الحمار 20 متر. يبقى الحمار شكله إيه؟ الحمار مخصوص يعني الله يعني قلنا عقد انتهاء عهد انتقاض العادات تلاقي حاجات غير مألوفة كله الأشياء بتاعته غير مألوفة اللي هو علامات الساعة يعني هو ربنا يخلق له هذا الحمار خاصة ما هو ضخم جدا هو نفسه. وإن من فتنته أنه يركب حمارا ما بين أذنيه 40 ذراعا وأنه يصيح 3 صيحات يسمعهن أهل المشرق وأهل المغرب. لا الدجال هو نفسه اللي يصيح. وأنه لا يبقى شيء إلا وطئه وظهر عليه إلا مكة والمدينة. ولذلك سموا المسيح لأنه بيمسح الأرض كلها. فإنه لا يأتيهما من نقب من نقابهما إلا لقيته الملائكة بالسيوف سلطة حتى ينزل عند الضريب الأحمر عند منقطع السبخة طيب. وأنه لا يبقى شيء إلا وطئه أي وصل إليه وظهر عليه إلا مكة والمدينة فإنه لا يأتيهما من نقب أي من مدخل يدخل منهم يدخل المدينة أو مكة من نقابهما أي طريق يعني إلا لقيته الملائكة بالسيوف سلطة أي سيوف مسلولة تمنعه حتى ينزل عند الضريب الأحمر عند منقطع السبخة ده في المدينة. وفي رواية وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة فينتهي إلى بعض السباخ التي تلي المدينة فيخرج إليه يومئذ رجل لهو خير الناس أو من خير الناس فيقول له أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر ما تقدم في قتله. يخرج الرجل ده يخرج من المدينة يقول إلا وطئه وظهر عليه يعني وصل إلى كل المكان في العالم ما عدا مكة والمدينة يعني حتى ما عدا بيت المقدس كمان هناك أماكن صعبة على الجبال كل الناس هتؤمن به ما عدا أهل مكة وأهل المدينة وبيت المقدس بيكون فيه سيدنا المهدي لا سيدنا المهد لسه سيدنا عيسى من الله منزل
كل الناس هتتبعه، او لو في مؤمن وحافظ على دينه وعارف العلامات بتاعته دي هيبقى حاله كرب قوي، مش لاقي ياكل ولا يشرب ولا يتكسي والارض وهكذا. وفي رواية وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة، يدخل المدينة نفسها، فينتهي إلى بعض السباخ. السبخة هي الأرض السوداء ذات الحجارة السوداء التي لا تنبت، التي تلي المدينة، فيخرج إليه يومئذ رجل لهو خير الناس أو من خير الناس. سيدنا هي السباخة اللي نقصد بها اللي هي الحرتين، الحرة أحد السباخ يعني. فيقول له أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر ما تقدم من قتله وأنه بشق نصفين وبيمشي بينهما ثم يحييه. ها؟ فترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات، فلا يبقى فيها منافق ولا منافقة إلا خرج إليه. تنفي المدينة يومئذ الخبث منها كما ينفي الكير خبث الحديد، ويدعى ذلك اليوم يوم الخلاص. كأنه يناديهم يعني؟ ها؟ كأنه يناديهم؟ هم كانوا يناديهم؟ يعني هو الدجال يقف على المدينة ينادي يستنى بر، فالمنافقين بيخرجوا له بيقولوا ربنا جه، عاملين زي قوم موسى، فيخرجوا لقاء عيسى عليه السلام وقتله الدجال. فقالت أم شريك ابنة أبي العكر يا رسول الله فأين الناس؟ قال هم يومئذ قليل، وجلهم يومئذ ببيت المقدس، وإمامهم رجل صالح سيدنا المهدي. خلاص يتبع الدجال أكثر من النساء كله كتير جدا، يتبعوا مع أهل الأرض، معظم أهل الأرض. سيدنا معنى ذلك إن لن تكون هناك يعني كان إسرائيل كان ده مش موجود. ايه يعني كان الصهيوني وقتها مش هيبقى موجود، يعني اسرائيل مش هتبقى موجود. وزن ما قلنا في الحلقه السابقه ان هتبقى الارض مسلمين بس لمده 7 سنوات. يعني قلنا الاول اول حاجه سيدنا المهدي، سيدنا المهدي بيقاتل اليهود مع النصارى فينتصر على اليهود، فيرفع النصارى الصليب ويقول الصليب انتصرنا بالصليب، ولأنه بعوض الصليب فيقول المسلمين الله أكبر، فيتصارع يحصل قتال بين المسلمين والنصارى فيغلب المسلمون أيضا معهم المهدي، والمهدي ده كل الإمام بتاع المهدي في هذه الفترة. فيبقى المسلمين على وجه الأرض 7 سنين في رخاء ما بعد رخاء، وبعدين بقى يبتدي تظهر فتنة الدجال يطلق بعد 7 سنين من الرخاء في أيام المهدي، بعد انقضاء 7 سنين رخاء يطلق المهدي، يطلق الدجال أصلا، ويطلق الدجال يبتدي يعيث في الأرض فسادا فيتبعه كل الناس. ها فيبتدي سيدنا المهدي يعتصم ببيت المقدس ومن معه من المؤمنين. رخاء تام واستقرار للإسلام، وبيحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين يبعث يرسل المسيح الدجال فيعيث فسادا في الأرض فالناس تتبعه، فيحاصر المؤمنون، معظم المؤمنون يكون في بيت المقدس أو في مكة أو في المدينة، لكن هو لا يستطيع أن يدخل مكة أو المدينة، لكن ممكن يدخل بيت المقدس فيكون قريب جدا. عشان كده سيدنا المسيح عيسى بن مريم بيخرج فيقتله على طول، أول ما يخرج من الصلاة يقتل هنا كما سيأ. فترج في المدينة بأهلها ثلاثة رجفات. إيش؟ فترج في المدينة. أيوة. ترتج يعني المدينة ثلاث رجات زي زلزال. فيخرج إليه المنافقون والمنافقات من أهل الإيه؟ الكفر والعياذ بالله تعالى. هذا صحيح. سمعت أن حتى العلماء يتبعون الرجال. ما هو العلماء جهال، في علماء جهال، بقول لك من علامات الدجال ان الناس ما تعرفش الخير، ما تعرفش انك تستعيذ منه ازاي. الاستعاذه بيه بقراءتك او الخواتيم الكهف، او قالوا او الكهف قصدي 10 آيات من الكهف او اخر 10 آيات من الكهف، هذه توضح لك وتكشف عنك تكشف لك حقيقه. خلاص، غير ان هو اصلا الانسان المؤمن ينكشف له الحقيقه ان ربنا مش عوض، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان ربكم ليس بأعور والدجال أعور. فلو كان الها لاصلح من شان نفسه النقص بتاع، فلا يصلح للالوهيه.
الوهابية ما هو عندهم الأحاديث دي الأحاديث الصحيح. هل سيد الدجال هل إيه؟ هو إلا محمية هو هل هناك وجد في صفات صفات الدجال اللي عند المحمية هم يعني هم بصفة الدجال أو مثلا زي الوهابية دول منهم أو السلفية أو اللي بيتبعوا ظواهر النصوص بيشبهوا الله بخلق يبقى أسهل عليهم أنهم يتبعوا الدجال ده صحيح آه ده ضخم جدا ومعاه جنة ونار آه هو بيعبد صنم اللي بيعبد بيقول أن الله جسم ده ممكن يقع في ناس بتقول كده ها من أتباع ابن تيمية وأتباع ابن وهاب يقولوا أن الله جسم بل من مناقشات من كبار علمائهم يقولوا ايه المانع وهو لم يرد انه ليس بجسم يقول لك ايه المانع ان يكون الله جسم تقول له ما هو كده يبقى ايش بخلق اقول له لا ما هو مش جسم يقول لي ما ممكن يكون جسم ممكن يكون مش جسم فالامر ده ما وردش في السنه ولا في القران وبالتالي في احتمال ان يكون جسم اما واحد يقول كده ده بالفعل نقلوا لي عن كبار كده من علماء المجادلين اقول له طب ازاي نعرفها ان هو جسم ولا مش جسم قال لك اصل دي عامله زي الاعمى ما يعرفش اللون الازرق طب ايش دخل الاعمى ايوه الاعمى مش هيدرك اللون الازرق وبالتالي عشان هو ما بيدركوش يبقى ممكن يكون الشيء ده ازرق وبالتالي انا ما بدركش لا يبقى ممكن يكون لا جسم على رايهم يعني ده بيتكلموا في المجادله الان كده واحد من مش من تلاميذهم سمع ويعني تاثر بالكلام ده وجا بقى بيجادلني فيه وبيقول لا الحمد لله مش تبعهم ولا اعرف عنه حاجه فإيه نفي حقيقة الذات أنه ليس كمثل شيء هو سميع بصير من علامات الإيمان بالدجال واضح؟ عايز تخلي الوهابين يتبعوا؟ يعني مولانا لما يجي الدجال قلت الناس يعني لم يدخل يكبيان بتاعهم يدخل إيه؟ يكبيان النار والجنة أيوه في احاديث بتقول انه يلقي ناس في ناره ويدخل ناس جنته فالرسول يقول فمن القاه في ناره فهي برد فهي بردا وسلام تبقى عليه برد وسلام يبقى داخل الجنه كمان ومن سقط في ناره ومن القاه في جنته دخل النار واحد واحد يسال بعد اذنك نعم أصل هما أهل حديث يعني لو الحديث دي صحيحة كما في مسلم هما بيسلموا ليها الحالة الوحدية مجددة الحالة الأسباب قبلها حال الإمام حال الإمام المجدد إنه مجدد مين؟ مجدد القرن؟ تقصد المجدد اللي هو كل رأس مئة كل سنة؟ لا ما تقصد المجدد هنا مجدد حالية مذهبية لا أفهمك لا افهم مراد حد يترجمه نعم المقصود بالوهابيين امام محمد بن عبد الوهاب ايوه اتباع محمد بن عبد الوهاب منهم بيقول كده زمانهم كان بيجادل واحد عندي في المسجد وقال له الكلام ده قال له ممكن يكون ربنا جسم مش عموما لا مش عموما الوهابيه طبعا ولا السلفيه اصلا ولا السلفيه كل واحد كل انسان له اعتقاداته الخاصه من المسلمين حتى يعني اديك مثال ساعات تبقى في عند الواحد نزعه اعتزاليه ومن كلام العوام يقول لك ربنا عرفوه بايه واحد يقول لك بالعقل لا احنا اهل السنه والجماعه ربنا ما عرفوهوش بالعقل عرفناه بارسال الرسل بالشرع فدي نزعه اعتزاليه صارت الى العوام حتى لو واحد رسخت عنده وكل حاجه بيقيسها بالعقل ده بقى ابتدى شان الطائفه الاعتزاليه دي يبقى يثبت عنده جامد واضح لكن ما نعممش على الوهم لا ما نعممش على شخص لا كل واحد لوحده ما فيش تعميم على احكام تلميذ شرد وقال ها يعني مثلا زي تلميذ شرد وقال لان الشروط عندهم كتير بس نعم ترجم لي حد ترجم لي قول له يا ابني اسمع منه وقول له هو عايز ايه هو نفسه مش فاهم اللي جنبه تكلم على الامام المجدد الوهابيه محمد
محمد بن مجدد، ما اسموش مجدد، اسمه امام وخلاص. مجدد ايه؟ المجدد ده يطلق على من يرسل الله تعالى على الرأس كل 100 عام، كل 100 سنة ليجدد لهذه الامر الامة امر دينها. هم في هذا الامر الوهابية والسلفية يتبعون النصوص الشرعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم الاحاديث دي ليسلموا لها ولا ينكرونها. هل هناك وسيلة صفة على الدجال على بوسيلة معينة؟ محدش فاهمك. بقول ظهور محمد على القرآن ده ليه صفة؟ ليه صلة بظهور الدجال؟ تقصد كده ان في صلة بين الدجال وبين ظهور محمد بن عبد الوهاب؟ في نعم طبعا. والوجه معين مش وجه معين، وجود ضياع اصول الاسلام، عدم اعتماد ما اعتمده السلف الصالح من الاقوال والمسلك والطريق بتاع السلف الصالح لخير القرون الثلاثة. ها ما كان عندهم تفسيق ولا تبديع ولا تشريح ولا الاشياء دي، ما كانتش عند السلف الصالح. فكل لما تبعد عن الدين، ما هو الحديث يقول ايه؟ جاء الدين غريبا وسيعود جريء غريبا كما جاء. هيعود غريب تاني. الدين كان غريب كان عهد مكي، وسيعود الدين غريبا كما جاء. لن تقوم الساعة حتى تهتز اليات ها النساء حول الدين الخلصة تعبد الاصنام تاني. واضح هكذا. طيب فقول اشهد ان الله. فترجف المدينة بأهلها 3 رجفات فلا يبقى فيها منافق ولا منافقة إلا خرج إليه. تنفي المدينة يومئذ الخبث منها كما ينفي الكير خبث الحديد، ويدعى ذلك اليوم يوم الخلاص، لقاء عيسى عليه السلام وقتله للدجال. فقالت أم شريك ابنة أبي العكر يا رسول الله فأين الناس؟ قال هم أين الناس يعني أين المؤمنين؟ قال هم يومئذ قليل، وجلهم أي معظمهم يومئذ ببيت المقدس، وإمامهم رجل صالح، فيسير الدجال حتى ينزل فيها فيحاصرهم. فبينما هو يحاصرهم إذ نزل عيسى عليه السلام، هذا أخرجه مسلم، إذ نزل عيسى عليه السلام عرفه فيرجع القهقرى. هو محاصر المؤمنين في بيت المقدس مع سيدنا المهدي، الدجال محاصر. فلما ينزل سيدنا عيسى يعلم الدجال بنزوله فيرجع. فإذا نزل عيسى فبينما هو يحاصرهم أي يحاصر المؤمنين في بيت المقدس مع سيدنا المهدي، إذ نزل عيسى ابن مريم عليه السلام، عيسى أي ابن مريم عليه السلام عرفه أي عرفه الدجال، فيرجع القهقرة يرجع بظهره ليتقدم عيسى عليه السلام للصلاة. بل عرفه ثانية واحدة. لا 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 مش الدجال، بيتكلم عن سيدنا المهدي. رجل صالح فيسير الدجال حتى ينزل فيها فيحاصرهم، هيبتدي ينتقل لوصف حالة أخرى داخل المحاصرين. فبينما هو يحاصرهم إذ نزل عيسى عليه السلام عرفه أي الرجل الصالح مش الدجال، فيرجع القهقرة ليتقدم عيسى عليه السلام للصلاة، ويضع عيسى عليه السلام يده بين كتفيه ثم يقول له تقدم فصلي فإنها لك أقيمت. فيصلي عيسى عليه السلام وراءه أي وراء سيدنا المهدي عند الجمهور العلماء. إن سيدنا فإذا سلم ذلك الإمام قام عيسى عليه السلام، قال عيسى عليه السلام افتحوا وأقيموا الباب، فيفتح ووراءه الدجال معه 70,000 يهودي كلهم ذو سيف محلا وساجل. فإذا نظر إليه داب كما يدوب الملح في الماء والماعة، ثم ولى هاربا
فيقول عيسى عليه السلام: إن لي فيك لضربة لن تسبقني بها. فيدركه عيسى عليه السلام عند باب لد، عند باب لد الشرقي، فيقتله، ويهزم الله عز وجل اليهود ويقتلون أشد القتل، فلا يبقى شيء مما خلق الله إلا دابة، لا دابة ولا شجر ولا حجر يتوارى به يهودي إلا أنفق الله ذلك الشيء. فيقول: يا عبد الله المسلم، هذا يهودي فتعال فاقتله، إلا الغرقدة فإنه لا ينطق ويقال إنه شجرهم. نشرح ثاني. طيب، إن المسلمين محاصرين في بيت المقدس ومعهم سيدنا محمد بن عبد الله اللي هو المهدي، فينزل سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام على حاجة اسمها على جناح ملكي كما سيأتي في روايات، فإذا رفع رأسه إذا خفض رأسه قطر منه كحب الجمان، زي حب الفضة كأنه خارج من ديماس، يعني خارج من حمام، كان بيستحم بيغتسل خلاص، ويقطر منه، فينزل على جناح ملكين على مكان اسمه مهرودتين، وعلى في المنارة، فينزل من المنارة، فبيشوفوا سيدنا المهدي وهو نازل، فتقام الصلاة لسيدنا المهدي عشان يصلي بالناس إمام، فيعرفوا سيدنا المهدي، فيقدم سيدنا عيسى للصلاة، ده نبي، فيقول: إنها أقيمت لك أو لك أقيمت فصل، فيأمره بالصلاة بالناس. وردت أحاديث أخرى من ضمن أحاديث المهدي، أحاديث سيدنا المهدي يقول إيه: يصلي عيسى بن مريم وراء رجل من أمتي، اللي هو سيدنا الإيه المهدي. قال: فيضع عيسى عليه، طيب، فبينما هو يحاصرهم أي الدجال، إذ نزل عيسى عليه السلام عرفه، أي عرفه الرجل الصالح اللي هو سيدنا المهدي، فيرجع القهقرة بعد أن أقيمت الصلاة، يرجع للخلف ليتقدم عيسى عليه السلام للصلاة، ويضع عيسى عليه السلام يده بين كتفيه، ثم يقول له: تقدم فصلي فإنها لك أقيمت، يحط إيده في ظهره يعني هنا، يقول: تقدم أنت فصلي، يدفعه إلى إيه مكان الصلاة، فإنها لك أقيمت، أي الصلاة أقيمت لمين؟ للمهدي، عشان يؤم الناس. فيصلي عيسى عليه السلام وراءه، فإذا سلم ذلك الإمام خرج عيسى عليه السلام. قال عيسى عليه السلام: افتحوا، أي هم متحصنين ومغلقين الأبواب عليهم عشان ما يقتحمش عليهم الإيه الدجال. فيقول، قال عيسى عليه السلام: افتحوا وأقيموا الباب فيفتح، ووراءه الدجال، وراء الباب الدجال، معه 70,000 يهودي كلهم ذو سيف محلا وساجل. الساج هو نوع من الخشب، العود الهندي، هو من أجود أنواع الخشب وأمتنه يعني. فإذا نظر إليه، نظر إليه سيدنا عيسى إلى الدجال، ذاب كما يذوب الملح في الماء، والماء أي بمعنى الذواب والمياه بمعنى واحد، ثم ولى هاربا. فيقول عيسى عليه السلام: إن لي فيك لضربة لن تسبقني بها، مش هتستطيع تفر مني. فيدركه عيسى عليه السلام عند باب لد الشرقي، فيقتله في بلاد الشام أو بيت المقدس، ويهزم الله عز وجل اليهود، وهو ظهروا تاني بقى اليهود بعد إيه؟ بعد 7 سنين، ويقتلون أشد القتل، فلا يبقى شيء مما خلق الله، لا دابة ولا شجر ولا حجر يتوارى به يهودي إلا أنطق الله ذلك الشيء. فيقول: يا عبد الله المسلم، هذا يهودي أي خلفي فتعال فاقتله، هذا يهودي فتعال فاقتله، إلا الغرقدة لو شجر الغرقد فإنه لا ينطق، ما ينطقش ويدل عليه، ويقال أن إنه شجرهم. وإلى دي أشياء واقعية في بيت المقدس، بيزرعوا الشجر ده بطريقة رهيبة، شجر الغرقد ده اليهود، أي في منطقة فلسطين وبيت المقدس بيزرعوا الشجر ده، ويؤمنوا بالحديث بس ما يؤمنوش، نعم ما بيؤمنوش، لكن أنا قصدي المسلمين مش مؤمنين، نعم.
احتمالين. احتمال يقول ان الان ابتدوا يرجعوا الى مثل ذلك، زي ما بيقولوا ايه الان مثلا عوادم السيارات بتؤدي الى زياده الثقب، ها الثقب اسمه ايه؟ الاجور، وعايزين يرجعوا مره اخرى. ورجع الناس الان عن اكل المواد التي تزرع بمواد غير مواد صناعيه الى الزراعه الطبيعيه بالثماد الطبيعي، ففي رجوع اهو. ده احتمال. وفي احتمال ان اشاره سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الى السلاح، كمال العتاد والسلاح، لكن الغالب في الاحاديث انها تؤخذ على ظاهرها كانه يرجع الى مثل ذلك العهد مره اخرى. يعني نعم، اليهود ظهروا تاني بعد 7 سنين على التوحيد، ظهر بنية اليهودية تاني بالضبط. ظهروا تاني ايه؟ ظهروا اتباعا للدجال. ظهروا لما ظهر الدجال ظهروا، لكن هم قبل كده ما لهمش ظهور. قد يكون في منافقين بقى في وسط المؤمنين، لكن انا قصد الحكم والسواد ها والخلافة للإسلام للمهدي. المهدي بيحكم المسلمين على وهد غير الأرض في الوقت ده، في 7 سنين دول، بعد انتصاره على ايه اليهود اولا، ثم انتصار على النصارى اولا، فلا تقوم لهم قائمة لا لليهود ولا النصارى اثناء فترة حكم سيدنا المهدي 7 سنين. بعد كده لما يظهر الدجال يتبعوا المنافقين وما الى ذلك. ما في منافقين في المدينة هم اتبعوا الدجال، طبيعتهم بتوار حد هذا القوة كانت لفوا حد القوة ده. بس هيبقوا ضعاف يعني عددهم قليل، لكن لما ظهر سيدهم اتبعوه. هو حديث في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حسب احتمال يظهر الدجال يتبعه 70,000 من يهودي اصبهان عليهم طيرسان. اي ماشي، فهم دول هم دول لا يعني هم يكونوا في اصبهان لما يظهر الدجال يتبعونه ويذهبون. نعم. وفي روايه فبينما هو كذلك اذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل على المناره البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفعه تحدر منه مثل الجمان كاللؤلؤ، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله. هذا وصف آخر لنزول سيدنا المهدي. فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفعه تحدر منه مثل الجمان كاللؤلؤ، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه أي نفس سيدنا عيسى عليه السلام إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه أي بصر، فيطلبه أي يطلب الدجال حتى يدركه بباب لد فيقتله. نعم. يجد ريح نفسه إلا مات، يعني ريح نفسه نفس سيدنا عيسى. سيدنا الهيئة اللي هينزل بها سيدنا عيسى دي لها حكمة أو لها معنى؟ وصف ده مقصود وصف نزول كيف؟ يعني يقول هينزل على المنارة، والمنارة دي السلم بتاع المأذنة، هو بينزل على سلم المأذنة فبيرى سيدنا عيسى، لكن قبل ذلك بيرى سيدنا المهدي، لكن قبل ذلك هينزل على جناحي ملكين، ده نزوله من السماء إلى أن يستقر على المنارة وينزل سلم المنارة أو هكذا يعني. والجمان ده يعني على الحقيقة ولا مثل دليل على تلألؤ وجهه عليه الصلاة والسلام سيدنا عيسى. جميل. نعم. هو جميل جدا. نعم. شرق أهل الجنة على سيدنا عيسى. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون عيسى عليه السلام في أمتي حكما عدلا وإماما مقسطا، يدق الصليب يعني يكسر الصليب ويذبح الخنزير، في رواية يقتل الخنزير ويضع الجزية ويترك الصدقة. وهذه إيه؟ أن يدق الصليب بيعبد من دين الله فبيكسر، بيعبد من دين الله الصليب فيكسره، ويذبح الخنزير فيه ولا يقتل الخنزير، لأن الخنزير لا يزكى ولا يذبح خلاص، يقول أنتم بتذبحوه وتاكلوه، طب أنا عندي ده حرام، ويضع الجزية لأن خلاص بترفع الجزية على النصارى، كأن الجزية هتكون على النصارى تعود مرة أخرى قبل قيام الساعة على إيه؟ يعني أنها تعود مرة أخرى يعني، ويترك الصدقة.
زي ما حضرتك قلت المره الماضيه انه لن تقبل لان لا يا اما اسلام يا اما غيره. نعم. لا يقبل الا الاسلام. نعم. فلا يسعى على شاة ولا بعير وترفع الشحناء والطباغوت. سيدنا عيسى ما يحكم بقى ايضا ماشي سيدنا ممكن ويترك الصدقه يعني يرفع الزكاه ترفع. مولانا لما ينزل سيدنا الجزية لعله يقصد الجزية. نعم سيدنا الجزية لما ينزل هيشيع الفساد. هي ايه؟ هيشيع الفساد سيدنا الجزية. هيشيع الفساد بعد لغاية لما ينزل سيدنا عيسى يعم الخير تاني في يعم الخير تاني في الارض ويحكم عيسى سيدنا عيسى الارض بالمسلمين. اي بعد المهدي. اي لا المهدي برضه هو الوزير بتاعه الى ان يموت المهدي او سيدنا عيسى هو اللي يموت. مش عارفين بقى مين اللي هيموت الاول يعني. ويذبح الخنزير ويضع الجزيه لان الجزيه مفروضه على النصارى باعتبار الجزيه الاسلاميه يعني. فلما جاء سيدنا عيسى ما فيش جزيه اما مؤمن او كافر زي ما قلنا. ويترك الصدقه فلا يسعى على شاة ولا بعير. الصدقه هنا لعله يقصد يترك الصدقة أي عموم الرخاء وعدم وجود فقراء. خلاص. فلا يسعى أي لا يسعى الساعي الذي يعني يجمع الزكاة على شاة ولا بعير. وترفع الشحناء والطباغوت وتنزع حمة كل ذات حمة. حمة اللي هو إيه السم اللي هي زي العقرب. العقرب له حمى والشيء الذي يلدغ به في السم ده بركة سيدنا عيسى. حتى يدخل الوليد يده في الحنش فلا يضره. الحنش والحية. نعم يدخل الولد الصغير ايده فوق الحنش ما يضروه. يعني الحيوانات تلعب على الاطفال يعني سبحان الله. زي سيدنا زي في عهد سيدنا عمر بن عبد العزيز. أيوة. كانت اشياء تسعى مع الذئاب فلا يضر. وتفر الوليدة الأسد فلا يضرها. ويكون الذئب في الغنم كأنه كلبها. وتملأ الأرض من السلم كما يملأ الإناء من الماء يسير السلام يعني. وتكون الكلمة واحدة فلا يعبد غير الله تعالى. وتضع الحرب أوزارها وتسلب قريش ملكها. وتكون الأرض كالفاثور كفاثور الفضة. يعني تسلب قريش بالحمك الأئمة من قريش فالحكم يكون لسيدنا عيسى. سيدنا عيسى مش قرش. المهدي قرش لكن سيدنا عيسى مش قرش. فهو اللي يحكم الأرض إيه؟ تسلب قريش ملكها يعني اللي يحكمها سيدنا عيسى. يحكم الأرض ويبقى هو حاكم قريش ويبقى هو الخليفة. يعني احنا أمة ينزل فيها نبي ينزل عليها نبي. وتكون الأرض كفاثور الفضة تنبت نبتها كعهد آدم عليه السلام حتى يجتمع النفر على القطف من العنب فيشبعهم. وتكون الفرس بالدريهمات. الفرس القوي ده اللي بيشتري بالدنانير يكون بالدريهمات اقل شيء ثمنه يعني ايه يفيض المال والخير يعني. حتى في روايه يفيض المال يزيد يعني. ويكون الثور بكذا وكذا من المال يعني اشياء قليله. طب يعني ايه كفاثور الفضه؟ مش عارف نبحث. الله عليك يا سيدي. فقيل يا رسول الله ما يرخص الفرس؟ قال لا تركب لحرب ابدا. قيل فما يغلي الثورة؟ الثور بيكون غالي ليه؟ قال تحرث الأرض كلها. الأرض تبقى كلها خضراء وحراث يعني. الثور بيغلي بيغلى ثمنه والفرس بيرخص ثمنه. ليه؟ لأنه مفيش حرب. وده دليل برضه إن هما كأنهم يعودون إلى إيه عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الآلات يعني السيف والفرس وما إلى ذلك. قيل فما يغلي الثورة يعني خلي ثمنه غالي؟ قال تحرث الأرض كلها وإن أيامه 40 سنة أي أيام الدجال. فسنة لا ولا ده سنة سيدنا عيسى ده سنة
ده كان ورد في الدجال. يعني ده كان ورد في الدجال. لا الأربعون سنة بس أصلاً سنة كيوم وسنة وسنة. تتابع. نعم. لا تتابع زمان لا بس في تتابع اللي هو سنين الدجال دي لها تتابع خاص إن في يوم من أيام الدجال كسنة. فسألوا رسول الله أيكفينا في ذلك اليوم خمس صلوات؟ قال لا ولكن اخدروا ها وصلوا اخدروا يعني قدر مواقيت الصلاة خمس صلوات كل 24 ساعة يعني يوم 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 يقعد 12 شهر آه يعني 16 ست شهور رهاب ست شهور ليل آه أحد أيامه أحد أيامه كسنة أي في طوله وزمانه يعني فبيقول رسول الله يكفينا في السنة دي اليوم اللي هو كالسنة خمس صلوات قال لا ولكن اخدروا قدره قدروا المواقيت زي بتوع القطب وأخذوا منه الصلاة في القطب الشمالي والقطب الجنوبي قال تعرض الأرض كلها وإن أيامه أربعين أربعون لعل أيام سيدنا عيسى فسنة كنصف سنة وسنة كثلث سنة والسنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم وآخر أيامه كالشررة يعني اليوم زي الشرارة فيصبح أحدكم على باب المدينة فلا يبلغ بابها الآخر حتى يمسي الله اللي هي المدينة دلوقتي هي المسجد النبوي المدينة القديمة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم المعهودة هي بمقدار المسجد النبوي الآن فيصبح أحدكم على باب المدينة فلا يبلغ بابها الآخر حتى يمسي قيل يا رسول الله فكيف نصلي في هذه الأيام القصار قال تقدرون فيها الصلاة كما تقدرون في هذه الأيام الطوال ثم تصلون انتهى الأيام دي بتاعت الدجال
فالأيام دي بتاعت الدجال. وفي رواية قلنا يا رسول الله وما لبثه في الأرض أي الدجال؟ قال 40 يوما، يوم كسنة ويوم يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. قلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أيكفينا فيه صلاة يوم؟ قال لا، أخدروا له قدره. قلنا يا رسول الله وما إسراعه في الأرض؟ قال كالغيث استدبرته الريح، يعني زي ما يكون إيه مطر، ها، وكمان الريح بتدفع المطر ده، إسراع المهدي الدجال في الأرض. وإن قيل وإن قبل خروجه ثلاث سنوات شداد يصيب الناس فيها جوع شديد، يأمر الله السماء أن تحبس ثلث مطرها ويأمر الأرض أن تحبس ثلث نباتها، ثم يأمر الله السماء في السنة الثانية فتحبس ثلثي مطرها ويأمر الأرض فلا تنبت خضراء فلا تبقى ذات ظلف إلا هلكت، يعني الدواب كلها تهلك إلا ما شاء الله. قيل يا رسول الله فما يعيش الناس إذا كان ذلك، يعني ما يقتات الناس به، ما يعيش الناس إذا كان ذلك؟ قال التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، يجري ذلك مجرى الطعام. وكان أبو أمامة رضي الله تعالى عنه إذا حدث هذا الحديث يقول بعده وما نسيته أكثر، يعني من وصف الدجال ووصف علامات الساعة. قلت وقد أدخلت في تضاعيفي أشياء صحيحة من حديث غيره أشرت إليه بقوله وفي رواية، معنى مفردات الحديث، ولا بأس بالإشارة لشيء من غريبه وفوائده قدرا بالمعجمة القاف يعني، وخلى بالفتح والمعجمة أي أخذ في طريق بين الشام والعراق، وزعم بعضهم أنه يروى بالخاء المهملة وضم اللام بالحاء المهملة حلة بالحاء المهملة وضم اللام حاء مهملة يبقى حلة أي حلة يعني جاء محلولي ضم اللام إزاي حلوه قال وكأنه يريد حلوله وليس بجيد ويعيث بالمثلثة أي يفسد فأصل العيث الفساد واثبته هو أمر من الثبات وتحريض على عدم التزلزل ومفارقة هذا الدين القيم والإعراض عن هذه التمويهات والتوهمات كل ده تمويه وتوهم وفي التنزيل ولا تعثوا في الأرض مفسدين وفي رواية أخرى ولا تهلكوا يعني إن لم تثبتوا هلكتم يعني إيه والطافئة أو الطافية بالهمزة وغيرها طافية وطافئة اللي هي العين بتاع الدجال فالمهموزة التي ذهب نورها وغير المهموزة التي نتأت وطفيت أي عينها نورها مطفي ثم إنه لا تنافي بين اختلاف الروايتين في محل الغور إذ الغور في اللغة العين وعينه طافية بلا همز ظاهرة النتاءة بارزة زي ما بيشبهوه في الصور من عينه بارزة كده والجفال الكثير أي كثير الشعر يعني عامل زي القردة العليا كده الله لعنة الله والجزلتان القطعتان اللي هو الرجل اللي بيشق نصفين القطعتان مقدار رمية الغرض ولذا جاء أنه يمشي بينهما والسارحة الماشية التي تسرح أي تذهب أول النهار إلى المرعى ومعنى تروح أي ترجع والذرى بضم المعجمة الأعالي والأسنمة وهو جمع ذروة أو ذروة بضم الذال وكسرها وأسبغه بالمهملة ثم المعجمة أي أطوله لكثرة اللبن طول الضرع لكثرة اللبن وكذا أمده خواصر جمع خصر وذلك لكثرة امتلائها من الشبع ويعسيب النخل هي ذكورها والمراد جماعتها لا ذكورها خاصة ولكنه كن عن الجماعة باليعسوب وهو أميرها لأنه متى طار تبعته جماعته
والضريب بالمعجمة تصغير ضرب ككتف وتصغير ضرب ككتف، واحد الضراب الجبال الصغار، والسبخة الأرض التي تعلوها الملوحة ولا تكاد تنبت إلا بعض الشجر، والساج الطيلسان، وقيل بخصوص مقور ينسج كذلك. وفي الصحيح يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة والناعة.